يعني برضو خلينا ننتقل بقى لتركيا. بعد تركيا رحت استون فيلا. جالي عرض كبير من الخليج وانا في يناير. عرض كبير جدا، فلوس كبير جدا، حوالي كبير، مش عايز اقول الرقم عشان ما حدش يتخض، كبير جدا. كان لا قول لنا الرقم كام لو سمحت. كان 5 مليون يورو في السنه. 5 مليون يورو في السنه، يعني 100 مصري بعد 4 سنين. 100 مصري يعني في بعد 4 سنين يعني 400 مصري. الحق نفسك. لا بجد والله. طبعا انا سمعت الرقم، ما كنتش باخد فلوس اصلا. ما كانش ده طموحك ان انت تروح تاخد الفلوس دي؟ ايوه، بس كان برضو انت بتسمع الرقم تقعد تفكر، يعني انت اصلا بقول لك تاخد 120,000 دولار. ده ساعتها كانت لسه فانت جاي لك 5 مليون. فطبعا انت تتحول على 5 مليون يورو. 5 مليون يورو. فطبعا ما حصلش نصيب، ما النادي ما رضاش يمشيني، وانا كنت ملقلق اللي هو يعني جت ما جتش جت ما جتش يا رب ما جتش. بعدها بقى اتجوزت في السعوديه اعتقد، كان في السعوديه. ساعتها بقى اتجوزت مراتي في الفتره اللي هي ما بين الدورين اللي انا كنت المفروض امشي فيه. الوش الحلو بقى جات لي بقى الحمد لله. فقمت على طول الحمد لله، جالي بقى جالي استون فيلا. كان جاي لي فرقه في ايطاليا، مش هقدر اقول الاسم عشان فرقه كبيره، كانت جايه تدفع للنادي اكتر، يعني اكتر من، كانت تدفع 15 مليون يورو لاستون لقاسم باشا. لقاسم باشا دي ساعتها بعد كاس العالم على ما اعتقد. لا بعد كاس العالم كنت رايح انتر ميلان. كنت رايح انتر ميلان وخلاص. احنا كنا عارفين انت رحت النادي. رحت النادي. طيب قبل ما نوصل لقصه انتر ميلان دي قول لنا اللي قبل كده وبعدين نبقى نوصل لقصه انتر ميلان. قبل دي انت مع قبل دي قبل كده كاس العالم روسيا. انا خلصت الماتش، انا الطياره مستناني، انا رايح على هناك امضي على تركيا، على ايطاليا، على ايطاليا رايح امضي خلاص والله. كل كنت حاجه كنت اتفقت وخلصت كل حاجه. كان هم كان العدد الاجانب في الفريق، عدد المحترفين قليل، فانا ما كانش ينفع العب في الانتر على طول. قالوا لي انت هتلعب في بارما سنه. بارما ولا سامبدوريا؟ لا بارما. بارما هتلعب في بارما سنه، بس عقدك في انتر ميلان. اللي بيدي لك فلوسك انتر ميلان. يعني هتلعب السنه وترجع تبقى خلاص لاعب في انتر ميلان عشان المحترفين. انت لو لعبت سنه خلاص ما بقتش محترف، بقيت اكنك ايطالي. اوكي. ما وافقتش. ياه والله ما وافقت. رجعت قلت لا، مش هدفي. يلعب في انتر ميلان تاخدوني انتر ميلان، يا اما خلاص هروح اكمل في استون، هروح اكمل في قاسم باشا تاني. كان لسه قاسم باشا بقى ولا استون فيلا ولا بتاع لسه. هروح احارب تاني، اعمل محاوله تاني. بس مش ده ممكن يكون تفكير يعني انا لا، طب ما نروح ايطاليا واحط رجلي في بارما وكده كده هرجع انتر ميلان. فلوسي كان فيها مشاكل برضه كان فيها مشاكل. كان هتلف لفه كده. اوكي. هتلف لفه وما رضيتش، قلت لا انا هاخد، انا عايز العب بكا دي، انا عايز العب في الدوري الانجليزي. انا برضو انا هروح اقضي بارما، حلم الدوري الانجليزي. انا اروح احاول تاني. رحت حاولت، جالي العرض كبير المادي ده. بعد كده ما مشيتش على الخليج. ما مشيتش، ما عرفتش امشي، وقلت خلاص انا هعمل 6 شهور تانيين. كملت ال6 شهور دولت لحد كاس افريقيا اللي كان هنا. حلو. جم اتفرجوا عليا هنا استون فيلا. جم اتفرجوا كل حاجه، والعرض جه. لقيت النادي جايب لي عرضين، عرض النادي هيدفع 15 ونادي هيدفع 10. النادي ايطالي. النادي الايطالي هيدفع 15 واستون فيلا هيدفع 9. 9 مليون يورو، وده 15 مليون يورو. النادي عايز تخليها 10% في العقد، ان انا لو اتبعت هاخد 10% من الفلوس. قالوا لي لو هتاخد فلوسك هتروح سامبادوريا. انا غلطت سوري. هتروح والله ما كان قصدي. هتروح الفرقه دي. حلو. يا كده لو رحت استون فيلا مالكش ال 10%. ياه. والله. طب ليه؟ مش عايز. عشان ده اكتر بكتير. قلت لهم انا دوري انجليزي استون فيلا، كان مستر ناصف سويرس كان ليه فضل كبير عليا في ان انا اوصل. لان تواصل معايا دايركت، هو بيزود وانا بضحي. حلو. يعني هو بيزود المبلغ، هو تريزيجيه احنا واقفين عند مبلغ مش هنعلى عنه. فوقفنا لحد ما انا ال 10%. قلت له مش عايزها، انا شنطتي متحضره طالعه انجلترا. انت خلاص كده، انا عايز ده طموحي. هو ده هوصل لهناك، اشوف الليفل ده وبعد كده نشوف اللي قاعدين نقول عليه الليفل الرعب. انا عايز اوصل له، العب فيه. حلو. استغنيت عن كل حاجه، واستغنيت على فلوس، وكنت محتاج فلوس. انا كنت محتاج، ما عملتش في الاحتراف برضه الواو، كنت محتاج فلوس. قلت لهم مش عايزه، انا هوصل الدوري الانجليزي. ووصلت الحمد لله، وعفرت فيها، وكنت سبب فريق يقعد في الدوري، مع اني ما شاركتش كتير في اول الموسم. جيت في اخر الموسم لعبت، والفرقه احتاجتني. الحمد لله قعدنا في الدوري، والسنه دي الحمد لله الفرقه مركز كويس وسط الدوري. مركز كويس. السنه دي الدنيا مختلفه. لا يعني برضو ان انت استون فيلا بالنسبه لك ده يعني تضحيات كبيره جدا عشان اروح العب في الدوري الانجليزي. ما فكرتش في حاجه تانية؟
يعني ما فكرتش بقى انا بفكر في تشيلسي، مش عايز اتكلم في الحاجات دي لانها بفكر في الاربعه خمسه الكبار. طبعا انا لما جاي الفريق في ايطاليا فريق كبير جدا، فريق كبير اي حد يتمنى يلعب فيه، بس انا كان حلمي خطوات يعني خطوات العب في استون فيلا، ربنا يوفقني. انا قلت لك انا قبل ما اتصاب والله كان اقسم بالله كنت رايح فرقه كبيره. أيوة. كان كنت رايح فرقه كبيره كبيره يعني، بس ما حصلش يعني. كان الحلم من خلاص فايف دلوقتي. كان الحلم خلاص، كان يعني كان الحلم خلاص بيتحقق ان انت تك 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 خلاص. بس يبقى انت كده على الطريق برضو، يبقى هم عندهم السكاوت الناس اللي بتشوف يعني. هو ده كابتن اسلام يقول لك عليه ان انت هتبص نفسك في المرايه تقول انا عملت اللي عليا، عملت اللي عليا، جت ما جتش خلاص انت عملت.